أسعد الله أوقاتكم بكل خير تلاميذنا الأعزاء. لقاء جديد يجمعنا عبر موقع مدرسة المناهل الدولية الإلكتروني الموجه لتلاميذ مدرسة المناهل الدولية وفق مناهجها في مادة اللغة العربية للصف الرابع. أهلا ومرحبا بكم من جديد. أعزائي التلاميذ، ما زلنا معكم في الوحدة الثانية عشرة، واليوم درسنا هو عن التعبير الشفوي الحوار انقطاع الكهرباء. ماذا نلاحظ في هذه الصورة؟ أحسنتم، هناك طفلتين تقومان بكتابة الواجبات على ضوء الشمعة. دعونا نرى ماذا حصل معهما في هذه الجلسة. يا إلهي، لقد انقطع التيار الكهربائي، ماذا سأفعل؟ لم أنهي واجباتي المدرسية بعد. أوه، إنها مصيبة، الشبح سيعاقبك غدا. تحدثي بأدب عمن هم أكبر منك يا صغيرة. أعتذر منك يا أختي، لقد أسأت الكلام دون قصد. لا بأس، لكن تأدبي في استخدام ألفاظك. ماذا ستفعلين الآن؟ سأحضر شمعة وأحاول كتابة الوظائف. إنني حزينة، سيكون الأمر متعبا. ماذا نسمي ما دار بين الأختين؟ أحسنتم، إنه حوار. وما هو الحوار؟ من يتذكر؟ هذه المعلومة حصلنا عليها في السنوات السابقة. أحسنتم، هو المناقشة أو الحديث بين شخصين حول موضوع معين من أجل التوصل إلى حل. ما رأيكم، هل كانت الأخت الصغرى مؤدبة في حوارها أو متأدبة في حوارها؟ بالطبع لا، لقد استخدمت ألفاظا سيئة، ولذلك أنبتها أختها الكبرى. دعونا نتذكر الحوار وآدابه. الحوار هو تبادل الرأي بين شخصين أو أكثر بخصوص موضوع معين للوصول إلى حل. ومن آداب الحوار حسن الاستماع، احترام شخصية الآخر، الكلمة الطيبة، والصبر. وطبعا عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت. نتابع في الموقف التالي. ماذا تشاهدون هنا؟ انظروا، أحسنتم، طفل وصديق له، وعلى ما يبدو أنه والده وليس صديقه. نلاحظ الفرق في الطول. لاحظوا ماذا به هذا الشارع؟ أحسنتم، إن الشارع مظلم. دعونا نرى أيضا ماذا حصل في هذا الشارع بين الطفل ووالده. أمضينا وقتا ممتعا، وحان موعد العودة إلى البيت يا صغيري. كم هي رائعة الأضواء يا أبي. أجل يا بني، فالكهرباء نعمة وعلينا ترشيد استهلاكها. الكهرباء، كنا الآن نسير متعثرين في الظلام. ماذا حصل يا أبي؟ انطفأت الأنوار، إني خائف. لا تخف يا صغيري، أنا معك. لماذا انقطع التيار الكهربائي؟ لا تسألني، واسأل نفسك. معك حق، بالأمس أشعلت الضوء الكهربائي رغم وجود ضوء الشمس. أتوقع وجود الكثير من الناس يتصرف مثلي، وبالتأكيد
سيكون هناك ضغط على المحولات الكهربائية ويسبب توقفها عن العمل. لقد وجدت الجواب على سؤالك يا عزيزي. أجل، أعدك يا أبي أني سأحسن ترشيد استهلاك الكهرباء بعد الآن. لم تكن فقط هذه المواقف أمامنا، دعونا نرى الموقف التالي. نتأمل هذه الصورة. أحسنتم، إنه طبيب أسنان ولديه طفل مريض. ماذا تتوقعون أن يكون الحوار الذي دار بين الطبيب والطفل؟ أحسنتم، قد يسأله عن تنظيف أسنانه أيضاً، ولكن لاحظوا الموقفين اللذين سبقا هذا الموقف. ما هي المشكلة التي حصلت؟ أحسنتم، انقطاع الكهرباء. دعونا نرى ماذا حصل في عيادة طبيب الأسنان. إنه يوم سيء، كنت عند طبيب الأسنان وانقطع التيار الكهربائي، ولم يستطع الطبيب إكمال عمله، وبقي ضرسي يؤلمني. أشعر بالألم الشديد، لكن اسمعوا ما دار بيننا من حديث. آسف يا صغيري، انقطعت الكهرباء ولا أستطيع استخدام أدواتي، فهي تعمل بواسطة الكهرباء. سأعطيك مسكناً، آمل أن يهدئ ألمك. لماذا انقطعت الكهرباء؟ إني حزين. من الطبيعي أن يحدث هذا الأمر. وكيف ذلك؟ اسمع يا صغيري، نحن الآن في وقت الذروة، ومعظم الناس تستخدم الأدوات الكهربائية، لكن هناك من يستخدم الكهرباء بدون ضرورة، مثلا استخدام الضوء في النهار أو ترك المصابيح مضاءة وغيرها الكثير. إذا أنا أيضا تسببت بهذا الخلل، لقد تركت المصابيح مضاءة رغم خروجي من المنزل. إنه شيء مؤسف. لم يقف الأمر عند طبيب الأسنان، ما زال أمامنا موقف آخر، هيا بنا نرى. ماذا يتبين لكم من خلال الصورة؟ طفل يشاهد التلفاز، هل يبدو لكم سعيداً؟ تبدو ملامحه وكأنه تفاجأ بشيء ما. ماذا تتوقعون؟ ما الشيء الذي فاجأ الطفل؟ أحسنتم، إنه انقطاع التيار الكهربائي. دعونا نقرأ الفقرة المخصصة لهذا المقطع أو لهذا الموقف. مرحبا يا وليد. أهلا يا محمد، كيف حالك؟ أشعر بالحزن الشديد. خيرا إن شاء الله، ماذا حصل؟ انقطعت الكهرباء بينما كنت أشاهد المباراة المفضلة لدي. لا تحزن يا محمد، كل هذا بسبب عدم ترشيد استهلاك الكهرباء، ستعود الكهرباء للعمل. يجب علينا أن نساهم في هذا العمل جميعاً. صدقت، هيا نتصل بباقي الرفاق ونجمع معلومات عن كيفية ترشيد استخدام الكهرباء. بعد كل هذه المواقف، اجتمع الأصدقاء
وحاولوا إيجاد حلول بداية من أنفسهم، وذلك للحفاظ على الطاقة الكهربائية. ولكن هذه المعلومات كانت بطريقة الحوار وجمع المعلومات على بطاقات. تعالوا معاً لنرى الحوار الذي دار بين الرفاق، وما هي المعلومات التي جمعوها على البطاقات. الحوار انقطاع الكهرباء. بدأ وليد بالحديث. الحديث: تعتبر الكهرباء من أهم الاختراعات في تاريخ البشرية، وقد ساهمت في تطور جميع جوانب الحياة. وانقطاع الكهرباء صدمة، فكل ما حولنا سيتحول إلى ظلام وجمود. ربما نستطيع العيش في النهار دون الكهرباء، لكن لا نستطيع العمل، لأن كل شيء حولنا يعمل بالكهرباء. فلا بد لنا من ترشيد الاستهلاك لكل شيء، وخاصة الكهرباء. صديقه: وما هو ترشيد الاستهلاك يا وليد؟ فأجابه: معنى الترشيد هو المحافظة على النعم التي حولنا، وذلك من خلال تنظيم استخدامها وعدم هدرها. وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، مما يدل على ضرورة ترشيد الاستهلاك وجعله أسلوبا في حياتنا. وأين نستخدم الترشيد يا وليد؟ نستخدمه في كل مكان توجد فيه طاقة. هل يمكنك تقديم بعض المعلومات لنا عن كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل؟ بالطبع يا أصدقاء، دعونا نرى ما هي المعلومات التي سيقدمها وليد لأصدقائه. ترشيد الكهرباء في المنازل من خلال اتباع الخطوات الآتية: الاعتماد على الإضاءة الطبيعية أثناء النهار، وتقليل استعمال المصابيح من خلال فتح النوافذ. استعمال المصابيح الموفرة للطاقة بدلا من المصابيح العادية. إطفاء المصابيح التي لا نحتاجها في المنزل ولو لبضع دقائق. لا نترك الأدوات الكهربائية مفتوحة دون استعمالها، مثل التلفاز والحاسوب والتكييف والمراوح. نطفئ سخان الماء في حال عدم الحاجة إليه. هل انتهت أسئلة أصدقائي؟ لا، دعونا نشاهد الفقرة الأخيرة من الأسئلة. وليد، هل بإمكانك تزويدي ببعض الخطوات لترشيد استهلاك الكهرباء في المصانع لأقدمها إلى والدي؟ بالتأكيد يا صديقي. لترشيد الكهرباء في المصانع نتبع هذه الخطوات: إيقاف تشغيل بعض الأجهزة الثانوية في وقت الذروة، استبدال المكيفات التي تعمل بالماء بدلا من المكيفات التي تعمل بالهواء، إضاءة المكان الذي نعمل فيه فقط، استخدام السخانات التي تعتمد على الطاقة الشمسية.
نشكرك كثيرا على هذه المعلومات يا وليد، على الرحب والسعة يا رفاق، فكل ما هو محيط بنا نعمة من الله تعالى وعلينا الحفاظ عليها. ولا ننسى يا أصدقائي أن نتعلم من هذا الدرس كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء، ونتذكر قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وبهذا أحبابي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. أترككم بحفظ الله تعالى ورعايته، على أمل أن نلتقيها مجددا. أودعتكم الله وإلى اللقاء.